طيب في الفاصل جه سؤال من استاذ المحاورين، المحاور الاهم الاستاذ مهيث فوزي، بقى بيتفرج على الحلقه وبعت سؤال في منتهى البساطه: هل الهلع من المتحاور الجديد طبيعي؟ غير طبيعي. طبيعي؟ غير طبيعي. غير طبيعي. لكن لابد من الحذر وليس الهلع. دكتور اسلام، انت تفضلت بكلمه وده الرد يعني، وهي يعني جميله جدا، لما قلت على القلق قلت لازم القلق ده ايجابي. هو احنا مش محتاج اي حاجه، مش محتاجه هلع اي حاجه في الدنيا، حتى الجائحه في حاله ظهورها هي مش محتاجه هلع. الهلع بيؤدي دايما لسوء تصرف. احنا بنحتاج لقلق، قلق ايجابي او خوف ايجابي يخلينا يكون عندنا استراتيجيه رد الفعل. احنا عندنا دايما بطء عالمي في استراتيجيه رد الفعل. استراتيجيه الفعل ما هياش فقط رد فعل، في مرحلتين قبليهم، في مرحله التفادي مثلا، دي مش موجوده عالميا، واكتشفنا في كورونا ان ما كانش في اي دوله عندها اليات تفادي للجائحه. تاني مرحله هي الاستعداد، فبيسموها ميتيجيشن بريباريشن. ما فيش كان اي بلد عندها استعداد صحي ان هي تواجه جائحه، فبالتالي ما كانتش مستعده مسبقا. ده الموجه الاولى، ابتدت تستعد بعد كده. الحاجه الثالثه هو رد الفعل. الانظمه الصحيه للدول الكبرى انكشفت، كلها انكشفت. يعني احنا دايما، وهرجع تاني لنقطه الدكتور حسام، شوف احنا عندنا حصل ايه. الحمد لله لم تسقط النظام الصحي، لم يسقط النظام الصحي زي ما حصل في اوروبا مثلا. ثالث مرحله هي رد الفعل. فاحنا عندنا التفادي، بعد كده الاستعداد، بعد كده رد الفعل. بعد رد الفعل لو مش موجود بيبقى فيه ساعتها حاجه بيسموها التعافي. هي اربع استراتيجيات لمواجهه اي جائحه. هو شبه ماتش البوكس. انا في الاول لعيب البوكس عشان نقول حاجات كلامه بسط، بيتفادى يمين شمال، يعني هو بيتفادى اول حاجه. معرفش يتفادى يصد، معرفش يصد وخبطه جت ما يقعش، لو وقع يعرف يقوم. هي اربع مراحل. فالهلع هيخليك ما تعملش ولا حاجه النهارده. احنا محتاجين حامي وش بالظبط، يعني مش حامي وش كمان. احنا مش محتاجين هلع يعني. طيب سياده النائبه، ما هو الاساتذه يعني افاضوا واستفادوا. السؤال اللي تفضل بيه الاستاذ مفيد، هل هلع الناس طبيعي؟ لا، انا مش شايفه انه في اي داعي للهلع، ولكن في ضروره اننا نحضر كل التشيك ليست بتاعتنا على أسوأ ظرف ممكن. استاذ نجم، هل هلع العالم طبيعي؟ لا مش طبيعي، ومريب جدا. احنا في مصر مريب جدا جدا. في مصر لا طبعا، الهلع مش موجود في مصر، احنا الامور متوازنه الحمد لله. طيب